ورجعنا لكم مرة تانية على الهواء مباشرة، ومعانا الكاتب الصحفي المتميز أستاذ هاني النحاس، وهو نائب مدير تحرير روزا اليوسف. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. زي حضرتك. الحمد لله بخير. نبدأ نستعرض الأخبار وبعد كده ناخد تفاصيل كل خبر من حضرتك. من الأهرام صفحته الأولى، مليار جنيه من تحيا مصر لرفع كفاءة شبكة الصرف. الوطن صفحته الأولى، وعد رئاسي لحل أزمة الصرف في 10 أيام. الأهرام الصفحة الأولى، التفاف وطني ودعم عربي للسياحة المصرية. أهرام الصفحة الأولى، معارك ساخنة للمرحلة الثانية للانتخابات. الوطن صفحته الأولى، مخاوف من عودة مفاوضات سد النهضة إلى المربع صفر. الأخبار الصفحة الثالثة، وزير الخارجية البريطاني يكذب الديلي ميل، لا صحة لمرور صاروخ قرب طائرة بريطانية في سيناء. مثال ده بعد إحنا اللي عملناه يعني طبعا. السوشيال ميديا يعني. الأخبار صفحته الثانية، ملامح قانون التأمينات، حد أدنى المعاشات وتأمين ضد البطالة. الوطن الصفحة السابعة، مشادات بين الوحش وأنصار عاشور ومصادر الإخوان يحشدون للزيات. الأخبار الصفحة الثالثة، تثبيت الدولار والبورصة تخسر 8.5 مليار جنيه. وأخيرا المصري يوم، بنك مصر والأهلي يرفعان فائدة الودائع ل 12.5%. نبدأ على طول من الأهرام صفحته الأولى، مليار جنيه من تحيا مصر لرفع كفاءة شبكة الصرف. متهيألي ده مرتبط كمان بالخبر اللي بعده. من الوطن صفحته الأولى، وعد رئاسي لحل أزمة الصرف في 10 أيام. ده طبعا القرارات دي صدرت امبارح في الجولة المفاجأة اللي عملها الرئيس عبد الفتاح السيسي للإسكندرية والبحيرة، طبعا لقاء بالمسؤولين ورئيس الوزراء بالظبط كده. طبعا بداية خلينا يعني مهم جدا ان الرئيس يتدخل، بس الغريب ان المشكله ما تتحلش غير لما الرئيس يتدخل، كما لو كان ما فيش حكومه في البلد. يعني احنا دلوقتي بنتكلم على تقريبا 10 12 يوم من الازمه، الاسكندريه والبحيره غرقوا تقريبا مرتين، شفنا تقريبا الاف الضحايا، وشفنا شوارع الاسكندريه والبحيره غرقانه ازاي، شفنا القريه بكاملها العفونه غرقت بكاملها. فكان زياره الرئيس امبارح ل اللي عملها امبارح دي كانت مهمه جدا، ان هو يقول ان احنا لازم نحط حد اللي يعني للي بيحصل ده في اسكندريه والبحيره، وانه خصص مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، وده مهلة 10 أيام. يعني احنا عندنا نوى بعد 10 أيام، فاحنا المفروض دي تقريبا فرصة أخيرة لإنقاذ المحافظتين ان هم ما يغرقوش للمرة الثالثة. لا، وكان الملفت كمان يا فندم للنظر فكرة المشاريع نفسها، اي مشروع قومي لازم يمر على 3 جهات، يمكن الرئيس ذكرهم امبارح. تمام، ده برضه مهم جدا. الهيئة الهندسية متهيألي والرقابة الإدارية، ويعني متهيألي حاجة مهمة جدا. خلينا يعني بس عشان نبقى كلامنا واضح، احنا النظام الحالي ورث تركة صغيرة منقول من نظام حسني مبارك. احنا عندنا المنظومة الصرف الصحي تقريبا في مصر كلها شبه منهارة، وليه عوامل دي كان بيشرف عليها المحليات والكلام ده كله عوامل فساد. فاحنا عندنا دلوقتي شبكة الصرف الصحي تقريبا في مصر كلها شبه منهارة بسبب الفساد، تمام؟ فاحنا عندنا مشكلة دلوقتي. بس ما يعيب على الحكومه الموجوده دلوقتي انها ما تعاملتش بشكل صحيح. احنا الارصاد الجويه، حضرتك شايف السبب ده لايه؟ يعني حضرتك شايف مثلا ليه ما فيش صناع قرار؟ ليه ما حدش بياخد قرار؟ ليه دايما فعلا بنستنى الرئيس ان هو يجي يصدر تعليماته عشان الازمه تتحل؟ ليه ما فيش حد عنده قدره القرار على هذا؟ ليه اليد مرتعشه زي ما بيقولوا؟ ده بيجي هديكي من مثال صغير اللي حصل في اسكندريه، لأكبر اكبر مثال. اكتشفوا ان في 6 عربيات شفط ميه في اسكندريه في الوقت اللي كانت اسكندريه بتغرق فيه والشوارع كلها مليانه ميه، في 6 عربيات شفط ميه واقفه ومركونه. فبيسالوا المفروض المسؤول عن ده، انت ليه ده ما اتحركش عشان يشفط الميه من شوارع اسكندريه؟ قال الباشمهندسه ما امرتنيش بده وادتني تعليمات بده. كذلك حتى اعلى مسؤول تنفيذي في الدوله، احنا كنا منتظرين لحد ما الرئيس السيسي يرجع بالسلامه من لندن، وبعدين يقرر امبارح يقوم بزياره مفاجاه هناك، وبعدين الرئيس بدا غاضبا جدا من اللي حصل، حتى بالزبط. في جولته اللي عملها بالطياره على المزارع لقى حقول كتير واراضي كتير غرقانه في مياه بسبب خلينا نقول كمان ان هو صرف تعويضات كمان للفلاحين المتضررين من السيول بالذات، صح؟ صرف بالفعل، يعني هو اقر تم صرف تعويضات اقر صرف تعويضات، وده مهله 10 ايام يكون المنظومه دي تقريبا اتظبطت والفلوس رجعت للناس، ولمعرفه الرئيس وتاكده بان الفساد يعني متوغل فهو قال لك الجيش والرقابه الاداريه اي مشروع
تمام يتم الانتهاء منه الاثنين دول يتسلموا بالظبط. فاحنا كده هنضمن ان مش هيبقى فيه فساد، مش هيبقى فيه اي تراخي، مش هنلاقي فيه شبكات صرف صحي بتعمل بيقول لك مثلا قطر ماسوره الصرف الصحي دي مثلا 500 سم نص متر، وبعدين نكتشف ان هم حاطينها 100 سم، وبعدين نضطر ان احنا نوجد مبررات ونقول اصل فلان سد المواسير او او او. لو احنا قعدنا بدليل امبارح لما الرئيس راح امبارح وكان غاضب اكتشف ان في حاجات غلط كتير في المنظومه هناك سواء صحيح. في الاسكندريه او البحيره. فانا شايف ان ده تحرك جاد، ولكن انا الوم على الحكومه. يعني هو لازم الرئيس، ما الفلوس موجوده هي معلش يعني، والقرارات جاهزه، هو لازم الرئيس يتحرك بنفسه. الرئيس هيفضل ايه ولا في ايه يعني في الوقت اللي احنا عندنا مشاكل كبيره ثانيه، حتى محافظتين يغرقوا فمش هيتحلوا غير لما الرئيس يروح ويبقى غضبان ويقول لك قدامكم 10 ايام والمنظومه دي تتحل. عايز اقول لك حاجه، النواه معروفه ان هي بعد 10 ايام. لا النواه معروفه كمان مواعيدها يعني، بس هي دايما الحكومه بتفاجئ بكل حاجه. لولا ان الرئيس كتير قوي نبههم امبارح وحذرهم، انا اعتقد النواه اللي جايه برضو كانت برضو المحافظتين هيغرقوا. وهنشوف الراجل اللي كان ماسك الثلاجه اللي بيته غرق مرتين برضو واقف ماسك الثلاجه وبيغرق للمره الثالثه. ده تحرك محمود، ولكن انا كنت اتمنى ان دي تيجي من جانب الحكومه. طبعا الأهرام صفحته الأولى، التفاف وطني ودعم عربي للسياحة المصرية. ده حاجة مهمة جدا يعني، خلينا بس طبعا التفاف وطني ودعم عربي للسياحة المصرية ده على أثر اللي حصل للطائرة الروسية في شرم الشيخ والدول الأوروبية القارات العنترية اللي هي خدتها ووقفت معظم رحلتها. احنا لما نيجي نتكلم على أزمة بتواجه مصر في الوقت ده فمحدش يتكلم عن معارضة ولا حيادية، احنا لازم كلنا نتكلم عن الوطنية المصرية. احنا دلوقتي إذا كان بيجي لنا في السنة مليون سائح روسي أو إنجليزي، فإحنا لازم المليون سائح دول يطلع مليون سائح مصري يروح شرم الشيخ، علشان إذا كان بعض الدول بتعتقد إن هي كده هتلوي دراعنا أو إن هو ده طريق لترقيع مصر. خليني بس سريعا اديكي باك جراوند للي حصل. يعني الواضح من المشهد اللي حصل بعد الطائره الروسيه، المشهد الامريكي والبريطاني، ان في مؤامره على مصر وما يقرب من العدوان الثلاثي المعدل. هم مش هيجوا يضربونا بطيارات وي وي وي، بس هم بيعملوا حاجه. الحرب اختلفت دلوقتي. اختلفت. ضرب سياحه، ضرب اقتصاد. بالظبط. انتوا عندكم قناه داخليه. قناه السويس هتجيب لكم 5 مليار في السنه، اوكي احنا هندمر لكم السياحه اللي بتجيب 5 مليار. فبيقولوا لمصر مكانك ثابت، يعني انت لا تكلمني على تنمية ولا تكلمني انك في يوم بعد شوية او في يوم من الايام هتبقى دولة فيها نمو اقتصادي ولا اي حاجة، لا انت خليك بدام انت بتمشي خارج السياق. واضح قوي ان التقارب المصري الروسي المميز واضح ان هو كان مضايق امريكا قوي، وده واضح. يعني اول ما الطائرة وقعت امريكا قالت احنا لقطنا اتصال تليفوني بين ارهابيين ودوله المخابرات بتاعتنا المركزيه الامريكيه لقطتها ان في عمل ارهابي. اول حاجه واحنا لسه اصلا الطياره تقريبا ما كناش لسه لقيناها، وبعدين هم بيعلنوا عن عمل ارهابي. بريطانيا بقرار عنتري قالوا راحوا جايين موقفين الرحلات. انا عايز اقول لك حاجه، لما اتضربت لنا طياره بصاروخ امريكي هنقول بالخطا او بالصواب؟ ما فيش رحلات وقفت. لما طيار امريكي 11 سبتمبر نفسه لو حصل احنا ما منعناش اي مصريين ان هم يروحوا. بالظبط كده. لما طيار الماني يعني كان مريض شويه، مريض نفسي، خد الطياره بالركاب وراح جاي منتحر بيهم، ما حدش وقف رحلات. لما طيارتين ماليزيتين يقف في البحر لحد هذه اللحظه مش لاقيين واحده فيهم، ما حدش وقف رحلات. انا بكلمك على مؤامره دوليه، وزي ما بقول لك انه واضح ان التقارب المصري الروسي واجع قوي الامريكان، فهم بيحاولوا ان هم يرقعوا مصر. ان انت إن كان عندك شوية 5-6 مليار هيجولك من قناة السويس فإحنا هنضرب لك السياح، وإنت بقى جاي لنا. ولكن إحنا دلوقتي واعيين، وأنا أعتقد في الكام يوم اللي فاتوا لما بدأنا ندرك ملامح هذه المؤامرة اللي بتدار على مصر، سواء التصريحات البريطانية أو التصريحات الأمريكية أو اللي بيحصل ده كله، هي خطة لترقيع مصر في الأول وفي الآخر. بقول لك يعني بالآخر كده الروس مش هينفعوك، وده كله بيستهدفه. لما تيجي تبصي من بعيد على المشهد اللي حصل لضرب الطيارة الروسية، هو أولا بيضرب لك السياحة كده 5 مليار جنيه، 5 مليار راحوا منك كده. ثانيا هيخليك هيبوظ علاقاتك مع الروس اللي هو يعني شايف ان ده بقى تقريبا امتدادك الدولي دلوقتي. ثالث حاجة بيقول لك ان سينا مش امان وشرم الشيخ مش امان، علشان يبقى في دفع بقوات عسكرية دولية جوه سينا. تمام. والفكرة كل ده لسه التحقيقات ما خلصتش، يعني تحقيقات الصندوقين الاسود لسه ما خلصتش. بس هما بيستبقوا الاحداث، هما بيستبقوا الاحداث. القصه ليس لها علاقه بالحادث الطياره، وهيثبت في الاخر في نهايه التحقيقات ان في اجهزه مخابرات عالميه هي مشاركه أتمنى. في الحادثه دي اتمنى. انا باكد لك اتمنى ما يكونش عندنا اي اختراق امني، اتمنى ما يكونش عندنا اي ما هو انا بقول لحضرتك خلينا نقول لنا واللي علينا، هو ده اللي بيقال. فخلينا نقول ان احنا يعني بنتمنى يكون ما يكونش عندنا اي حاجه من الحاجات دي، وبنتمنى ان شاء الله
الموضوع يطلع فعلا ممكن يكون في عطل فني ما بقاش فيه قنبله. انا بس هعترض بس على الجزء الاخير. احنا اذا كنا ادنا الموقف الدولي المعارض والمتآمر ضد مصر فاحنا برضو لازم نبص على نفسنا. ولما هاجي اتكلم دلوقتي هتكلم بصوت هادي واقول ان احنا برضو علينا ان احنا نصلح الاخطاء اللي عندنا والثغرات اللي عندنا والمسؤول اللي تسبب انه يستدعي خبراء من 6 دول ان هم يبقوا موجودين في مصر دلوقتي ويحققوا ببلدنا. انا اعتقد ان دي اهانه في مصر ما فيش مصر قابلها. المسؤول اللي تسبب بكده المفروض ان يتم محاكمته. بالزبط. احنا عندنا اخطاء اتمنى ان هو يتم تلافيها عشان ما نقعدش طول الوقت نرمي على المؤامره الدوليه. لا بس احنا في الاول في الاخر نتمنى. صحيح. خلينا نقول ان ده كمان حصل نتيجته التفاف وطني ودعم عربي للسياحه المصريه. شفنا فيديوهات من الكويت وشفنا فيديوهات كمان من تونس ومن فنانين تونس كلها بتدعم السياحه المصريه وفكره ان واثق ان العرب مش هيسيبنا. والتلفزيون المصري عامل حمله لطيفه جدا والفضائيات المصريه او الشعب المصري اذا كنا احنا المليون سائح هيلوا دراعنا بيهم فاحنا بمنتهى البساطه ان شاء الله هنطلع مليون سائح مصري لشرم الشيخ واحنا مش هيتلوا دراعنا بده ان شاء الله. بنشكر طبعا كل المبادرات لدعم السياحه الداخليه في مصر من المصريين ومن الاخوه الاشقاء العرب. يعني بصراحه دايما موجودين معانا ورب دايما العرب كلهم يبقوا مع بعض ان شاء الله. الاهرام صفحته الاولى معارك ساخنه للمرحله الثانيه للانتخابات. اخبار الانتخابات ايه؟ صحيح واحد كان في الايام اللي فاتت الطائره الروسيه نسيناها اصلا. انا نسيت بالزبط. ان في انتخابات مرحله ثانيه وكده. يعني طبعا الدعايه بدات شايفين تحركات مكثفه ولكن انا اعتقد ان نتائج المرحله الاولى كانت مؤشر الى حد كبير للمرحله الثانيه. يعني برضو القائمه اللي فازت في المرحله الاولى اعتقد انها هتفوز في المرحله الثانيه. اعتقد بعض التوجهات يعني الاحزاب اللي خدت نسبه كبيره بنتكلم في 40 و35 مقعد فردي في المرحله الاولى اعتقد ان هو هينول نفس المقاعد لان الحزب اللي غاب في المرحله الاولى هو برضو مثبت غياب في المرحله الثانيه. والحزب اللي هو خد شويه مقاعد كويسين في المرحله الاولى انا شايف برضو ان هو هياخد في المرحله الثانيه. حزب النور لازال انا عارف انك عايز تسالني عن حزب النور تحديدا. صحيح. حزب النور اعتقد انه هيغيب برضو عن المشهد الانتخابي في المرحله الثانيه. اعتقد برضو انه عدد المقاعد اللي هيحصل عليها مش كتير ممكن بنتكلم في 15 مقعد ولا حاجه. هو المشهد هو كمان البرلمان يمكن هيكون مختلط يعني في شباب وفي ظهور لشباب من تالي ما اعرفش حضرتك تصحح لي مستقبل وطن او في حزب مستقبل وطن اللي هو يعني في صعود للشباب في طبعا من حزب الوطن يعني في مجموعه كده مختلفه فبنتمنى ان هو ده متالي بروفا لبرلمان يعني يجي احسن بعد كده. يعني انا اتمنى. انا بقالي دلوقتي حوالي اسبوع موجود في جوه مجلس النواب بتابع الموقف وشايف بعض النواب يعني ممكن اختلف معاكي في شباب بس انا مش متفائل قوي بالمجلس ده احيانا. هو بروفا لمجلس احسن بعد كده يعني بنتمنى ما هو يعني افراز لمجلس يعني احسن. هو وجود شباب في حد ذاته ده حاجه كويسه بس خلي بالك الـ يعني مستقبل الوطن مش طارح معظم الناس شباب. هو يعني هو مستقبل الوطن بيتكلم عن الشباب بس كان معظم مرشحينه ناس بس ظهور ناس مختلفه برضه. لا اللي دخل مع مجموعه الشباب هي قائمه في حب مصر نتكلم بصراحه لانهم هم ادرجوا بعض الشباب على قائمه حب مصر. دول بعض الشباب اللي قدروا يدخلوا المجلس. في بعض الشباب قدروا ينجحوا من مثلا بنتكلم على لا في فرد كتير قوي نجحوا كانوا يعني انا متهيألي مشاهد مختلفه يعني او اللي نجحوا منهم شباب مصريين الاحرار ومستقبل وطن وكان معظم الشباب في قائمه في حب مصر. اوكي. الوطن صفحته الاولى مخاوف من عوده مفاوضات سد النهضه الى المربع صفر. هي لسه ما رجعتش المربع صفر؟ هي المربع صفر دلوقتي هي حاليا صح؟ هو انا استغربت امبارح تصريح الدكتور حسام مغازي وزير الري لما اتكلم عن نجاح مفاوضات سد النهضه في الوقت اللي هو بيعلن نجاح المفاوضات في الوقت اللي هو بيقول ان احنا عندنا جوله 10 يوم 21 و22 نوفمبر في السودان علشان نتكلم تاني في موضوع سد النهضه. يعني انا اعتقد ان هي لو كانت نجحت ما كناش عملنا جوله 10 بنتكلم في الجوله 10 في سد النهضه. صحيح. في الوقت اللي هو لسه في خناقات بين الشركتين الاستشاريتين ما هي فمحدش فاهم حاجه. اصرت ان يكون لازم المكتبين الاستشاريين لازم يكونوا موجودين واحنا مش هنسمح بس المكتب الاستشاري الفرنسي هو اللي يكون موجود. في الوقت ده في مشهد ضبابي المفاوضات في اول يوم تعثرت الى حد ما بنتكلم يوم السبت امبارح كان فيها بعض يعني التفاهم
تمام، ولكن تم التفاهم لعدم وصول الى صياغه نهائيه حوالي صد النهضه، الى هنقول هنعمل جوله جديده بنتكلم عن الجوله العاشره في السودان يوم 21 و22 و23 نوفمبر. مصر اكدت خلال المفاوضات على مكتسباتها وحقها التاريخي في مياه النيل. الموقف الاثيوبي كان الى حد ما مزعج، الموقف السوداني كان الى حد ما محايد، فانا اعتقد ان احنا دلوقتي يعني لو قلنا ما رجعناش للمربع صفر فاحنا قريب من المربع صفر. ننتظر مفاوضات الجوله العاشره يمكن تؤتي بجديد، ولكن في ظل الوقت ده انا الى حد ما مش متفائل، لان اللهجه في الصحف الاثيوبيه امبارح واول امبارح كانت بتتكلم على لهجه القوه والاستعلاء والتعنت والكلام ده كله، فانا لست متفائل. في الوقت اللي احنا بنتكلم عن مفاوضات، احنا دلوقتي في شهر 11 2015، شهر 6 2016، بنتكلم في 7 شهور سد النهضه هيكون داخل الخدمه. احنا المفاوضات عندنا بتسير بسرعه استرحفاه، وعندهم بيبنوا السد بسرعه الصاروخ. يعني يعني احنا عندنا وزير الري بتاعنا حسام مغازي اعترف بالكلام ده، قال ان انشاء السد بيسبق المفاوضات بكتير. انا ازاي قاعدين بنتفاوض وانت قاعد بتبني؟ حاجه من اتنين، يا نبطل مفاوضات ونشوف حل معاك من الاخر، يا اما انت تبطل بنا ونقعد نتفاوض. صحيح. احنا قاعدين في القاهره وانتوا قاعدين هناك في اثيوبيا بتبنوا، فانا مش فاهم يعني الموقف ملتبس. اتمنى تاني هحاول ان انا اكون متفائل مش متشائم في الملف ده، هحاول ان انا نعول تاني على الجوله العاشره اللي هتعقد في السودان يوم 21 نوفمبر، واتمنى ان احنا نوصل لحل نهائي، ولكن اعتقد ان هو يكون غير متوقع. طبعاً من أهم الملفات اللي متهيألي ملف وأمن قومي هو ملف السد النهضة، بنتمنى أن مرة تاني المسؤولين كلهم يولوا النظر لهذا الملف. أنا عارفة طبعاً أن احنا الشؤون الداخلية عندنا كلها ملتبسة وعندنا مشاكل كتيرة جداً، بس ده أمن قومي. خلينا نروح للأخبار صفحته الثالثة، أنا مهتمة جداً بالخبر ده عشان يعني وزير الخارجية البريطاني يكذب الديلي ميل، لا صحة لمرور صاروخ قرب طائرة بريطانية في سيناء. ده كان مضحك جداً بصراحة. هو كذب، هو لما طلع يعني كلهم اتريقوا بيقول لك مش عارفه الصاروخ اصابني ورب العرش نجاني، الصاروخ المصري اصابني ورب العرش نجاني. هو جاي دلوقتي بيتكلم بعد حوالي 5 ايام من الروايه الوهميه للطيار اللي قالها الطيار. الطيار بيقول انا كنت طاير فوق سينا وبعدين لقيت صاروخ جاي فرحت متفادي. يعني بمنتهى البساطه، هو اي حد اصلا عنده ابجديات الطيران وفاهم، مش هنقول طيار المفروض سايق طياره بريطانيه، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها انت بتبقى واخد على الران واي واخد طالع على اتجاه معين، مفيش حاجه اسمها انك تتفادى صاروخ اصلا، مكان مفيش ولا حادثه تحصل من الاخر كده، تمام. وهو جاي ينفي دلوقتي بعد اسبوع من السخريه المصريه على السوشيال ميديا يعني، وهم سكتوا عليه لانهم ده كان بيدعم. بصي الموقف البريطاني للاسف الشديد كان موقف مغزي جدا، هو لم يفاجئني قوي، لان انا لما شفت الاول الموقف الامريكي وبدا يسربوا بعد الحادثه بساعتين ثلاثه ان الاستخبارات عندهم لقطوا مكالمه حوالين تفجير ارهابي في الطياره والقنبله والكلام ده كله، فعرفت ان بريطانيا هتمشي ورا امريكا، احنا واخدين على كده. فانا ما كنتش يعني اتصدمت في الاول، بس قلت ما ده متوقع، يعني احنا بنشوف بريطانيا بتشوف الموقف الامريكي رايح فين، الموقف الامريكي هيتقول قنبله يبقى قنبله، مش عارف صاروخ يبقى صاروخ، عطل فني يبقى عطل فني. فالموقف البريطاني للاسف الشديد موقف مغزي وموقف حاجه تكسف، يعني انا مش فاهم لامتى يعني هيفضل الانجليز تابعين للامريكان. طب احنا ما بنحبش الامريكان، انا شخصيا بكره الامريكان. ونتيجه المواقف البريطانيه والانجليزيه وكاميرون ده اللي هو بياخدها ضد مصر، انا كمان بكره الانجليز. هما لو يتخيلوا دلوقتي، ولكن انا اعتقد ده ما يعنيهمش، مشاعر المصريه النافره تجاههم سواء اوباما او كاميرون نتيجه مواقفهم المخزيه دي اللي طالعين بيتكلموا عن حادث ارهابي وعمالين يسخنوا على الموقف الدولي لمصر، فانا يعني واضح ان المشاعر المصريه كلها نافره منهم. ولكن لما يطلع وزير الخارجيه بتاعهم ما فيش حد مهتم بيه ولا انا اصلا مهتم بيه ويكذب ده، فكويس انه يكذب الطيار بتاعه، مع انهم هم سكتوا حوالي 5 ايام على الخبر ده، كانوا مستنيين ان الناس تصدق بقى ان خلاص سينا دي بقى احنا عمالين نطير فيها صواريخ كاننا شماريخ، احنا في العيد عمالين نطير وطياره كانت بريطانيه مستهدفه والكلام ده كله. فهو كفايه ان هو وزير الخارجيه بتاعه يرد على الطيار الانجليزي بتاعه. طيب استاذ هاني انا عندي دقيقه واحده بس، حابب حضرتك تاخد اي خبر؟ اخد اي خبر، خلينا ناخد مشادات بين الوحش وانصار سامح عاشور في انتخابات نقابه المحامين ومصادر الاخوان يحشدون للزيات. طبعا انتخابات نقابه المحامين احنا شفنا امبارح بعض المشادات وبعض القلق اللي بتنافس عليها سامح عاشور ومنتصر الزيات،
طبعا تقريبا كده يمكن انصار سامح عاشور، معلش حضرتك صحح لي، يمكن نزلوا صفحه على في على صفحته على فيسبوك ان هو فاز، ان هو فاز، طلع منتصر للزيات، طبعا محامي الجماعات الاسلاميه وصاحب المواقف نقدر نقول الشائكه الملتمسه الرماديه حاجات كده، وقال نفى فوز سامح عاشور، حصل امبارح بعض المشادات بينهم، بيتردد الاخوان ناويين يحشدوا للزيات، ودي طبعا إدانة لمنتصر الزيات إن لما يطلع مجموعة إرهابيين يدافعوا عنه في نقابة المحامين. أنا شايف إن منتصر الزيات يسقط في نقابة المحامين بدون دعم الإخوان أحسن ما يجي نقيب للمحامين بدعم وحشد الإخوان اللي هم بينتهجوا النهج إرهابي وكده. فأنا بقول له يعني أستاذ منتصر يا ريت تسقط بشرف أحسن ما تنجح بدعم الإخوان. طيب انا محدش قال لي اخلص، فانا قدامي برضه خبر المصري يوم صفحته الاولى، بنك مصر والاهلي يرفعان فائده الودائع ل 12.5 او نص، متهيألي كان خبر مهم جدا امبارح. طبعا يعني كله اهتم بيه، احنا لما بنتكلم على رفع اي فايده كله بيهتم، نسبه الفوائد كده اترفعت ل 12.5%، بنتكلم دي خطوه اخيره بيتخذها طبعا هشام رامز محافظ البنك المركزي قبل ما يسلم البنك بقى للرئيس الجديد طارق عامر. دي هتفرق بالدولار يا استاذ هاني، وهتفرق كمان في، بصي هو دي كلها محاولات مستميته للسيطره شويه على الدولار، وان احنا ندي شويه نفحه كده للجنيه يشم نفسه بدل الوضع بتاع تدهور الجنيه دلوقتي. امبارح كان في اقبال غير مسبوق على الشهادات الجديده، وللاسف بس البورصه فقدت 8 مليار و500 مليون امبارح، يعني دي شويه اجراءات بنحاول ان احنا نحجم شويه الحصان الجامح اللي هو الدولار ده، نحاول نسيطر عليه. ولكن انا اتمنى لطارق عامر في مهمته الجديده ان هيرأس البنك المركزي، خلاص المفروض ان هو هيتسلمه يوم 27 نوفمبر، اتمنى ان هو ينجح في مهمته ويكون داخل فعلا بخطه لتحجيم الدولار اللي ازعجنا كلنا، وان شاء الله ربنا يوفقه يا رب. الكاتب الصحفي المتميز استاذ هاني النحاس نائب مدير تحرير روزا اليوسف، بشكرك يا فندم، بتمنى لك يوم سعيد. وكانت دي متابعه لاهم الاخبار اليوميه ليومنا 9/11/2015، خليكم موجودين معانا، عندنا مجموعه من الفقرات بس بعد الفاصل.